في الكريم موسى والبهلي رئيس لجنة التحضير، تحضير المؤتمر الثالث لرابطة الصحفيين الموريتانيين. أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا. يا مرحبا. كيف تقيم لنا العام المنصرم من وجهة نظرك كإعلامي وكمشتغل في هذا الحقل؟ العام المنصرم على كل حال بالتبريكات عام جيد الحمد لله، وعام عدى بخير. هناك بعض المطبات، بعض الأخطاء، بعض التجاوزات، في المجال الصحفي خاصة الحقل الصحفي. الحقل الصحفي شهد فيه نوع من الحراك الجيد، محاولات إلقاء التمييع اللي كان موجود، خلقت فيه منتديات عامة للصحافة، ناقشوا الصحافة بعض مشاكلهم وخرجوا بمخرجات جيدة، ولو أنها ما فات جبر طريقها إلى النور ولا فاتت وطبقت. على كل حال كان من بعد لقاء حميمي بين الصحافة بيناتها، وحاولت كانها تخرج بمخرجات جيدة لياك تنقل الحقل الصحفي ولياك تقلع عليك الأردان العالقة به، وطرح التصور جيد وخارطة الطريق جيدة للوصول إلى هذا. قال لها أنها الدولة تقبل بعين الاعتبار ذيك المخرجات وتحاول كانها تصحح ياسر من الأخطاء. في الحقيقة الحقل الصحفي شهد في 2016 ياسر من التميع وشهد ياسر من التردي، ناتج عن ثلاث عوامل أساسية. العامل الأول بعلن انقطاع اللي كان ينقال له الدعم الصحفي، وهذا للأسف اضرت منه لا الصحافة الجادة، به اللي ما هي صحافة ارتزاقية، به اللي ما هي صحافة ماشية تقرع الأبواب، كان عندها لا تجبر على الأقل دعم ما وقع كافيها، وقطع ذاك الدعم. وبجهودها الخاصة وبقوة إرادتها وبإصرارها على أنها تستمر استمرت، يا غير عانات كثيرا، عانى الصحفي الجاد في المرحلة، في هذه المرحلة. لا 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 لا. وماذا عن حرية التعبير بصفة عامة؟ حرية التعبير في البلد حرية تقول لا، على أنه اختلط الحابل بالنابل ولغي الحبل على الغالب. ما تحكمها ضوابط، هي فعلا خلقت الحرية، يقال حرية بدون ضوابط. أصبح هتك العرض مستباح، أصبح نهش في أعراض الناس مستباح، وهذه أنا لا أعتبرها حرية بقدر ما أعتبرها إذاء للي ينقال له الرأي العام الموريتاني، وإذاء للشخصية الموريتانية الوطنية. لين تعود رأيك لا على أنك أسوأ حق وأسوأ كذب، تقد تفبرك ملف ضد الرقاش وتقول أنه إذا أعطاك مقابله يصبح للملف مختلف. طيب له خالد، طيب هل تعتقد أن الترسانة القانونية الموجهة للإعلام ناقصة، أو أن عملية تعزيزها وتطبيقها ناقصة؟ نحن نتحدث عن نواقص معينة. لا، أنا أعتبر، وهذا قلت مرات، أعتبر من أن من عند 2010 جاي لا أعلن أنه زودنا بترسانة قانونية جيدة للصحافة، وعلنا على مستوى التشريع على الحقنا القمة في مع الدول المجاورة ومع العالم العربي، وحتى علنا الحقنا القمة مع العالم الآخر. يا غير هذه القوانين مثلا تطبيقاتها تواجه مشاكل كثيرة. طيب. تواجه مشاكل كثيرة، مرة تقول لك السلطات التطبيقية على أنها ما هي قادرة تطبقها، مخوف تعود كأنها معدلة، قال عنها دخلت في الحريه. لا، هو فهم روايه بين الحريه مع 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 اذا الناس ومع اذا انت وكانك تطالب بقانون اخر لتقييد الحريه. لا، انا ما ندور قانون، انا ندور قانون ندور تطبيق القوانين الموجوده. طيب، واضح. تطبيق قانون اخر. طيب. قانون اخر فهم قانون نطالب به النشي. طيب. نطالب به النشي، واللي قالوا قانون المعلومات ما حد ما طبق. طيب. ما حد ما طبق شو قانون المعلومات، معناها الولوج الى الخبر. واضح. هذا الحيز من الوقت لا يسمح بكثير تفاصيل حول موضوع معين. دعني انتقل بك للحديث حول رابطة الصحفيين الموريتانيين. انت الان تترأس اللجنة التحضيرية لمؤتمرها الثالث. ماذا عن هذه الرابطة؟ ماذا يعني هذا المؤتمر؟ وما الذي ينتظره الاعلام والاعلاميون من انعقاده؟ رابطة الصحفيين الموريتانيين رابطة عتيقة، سفير الموريتاني في العالم العربي، العالم الإفريقي، وفي العالم في اتحاد الصحفيين الدوليين. هي عضو كامل في هذه الهيئات، وهي رابطة
دخلت تحت يافطة الصحافة كاملة، الصحافة الجادة صح ما قبلت على انها حتى نظامها الداخلي يحرم عليه يدخلها حد ما هو صحفي بالمعايير الصحفية اللي مطروحة بالقانون المعروف، حد ما هو صحفي ما هو داخلها. هذه الرابطة عدلت ياسر من الأعمال الجيدة في السنوات الماضية، شهدت ركود شوي نتيجة العوامل الخارجية، نتيجة مثلا فوق إرادتها، وتوخر مؤتمرها نتيجة لذيك العوامل. واحنا دارك نحضر المؤتمر يوم 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 14 قادم يوم السبت، والنصوص جيده، ونحاولوا المؤتمر اللي يناقش هيكله جديده للرابطه، نصوص هيكل الرابطه هيكله جديده لياك قد تطورها وتطور عملها وتفتح افاق للصحفيين فعلا انهم يجبروا ذاتهم في العمل في الرابطه. وان شاء الله وفهم نصوص جيده اللي تناقش واللي تعرض على المؤتمر، والدور ان شاء الله شاكين احنا على انها لين تمرق لين توافق عليها الناس انها دور تعود قفزه نوعيه في المستقبل. نحاولوا بعدين المؤتمر الجماعه المجموعه اللي هي تنجح ان شاء الله بعدين تعود مخوله من المؤتمر بعدين تحاول مع نقابه الصحفيين الموريتانيين لين توخذ هي زاد من مؤتمرها تخول على انها تقدر تناقش قضيه المخاطب الاوحد توحيد الجسم الصحفي. طيب تحدثت عن الان عن الجانب المتعلق بهذا المؤتمر، كيف توصلتم الى قناعه بان هنالك ايضا مكتب جديد وان هنالك مقادرون وهنالك ايضا عمليه تفعيل او ضخ دماء جديده؟ ما هي مؤشرات هذا الجانب؟ ثم ايضا ما الذي سيميز هذا المؤتمر عن سابقه؟ هو لا استمرار لسابقه، التطورات اللي تخلق لا، لان كل مؤتمر يحاول انه يستفاد من اخطاء اللي سبقه. ذا اللي يناقش فعلا دور تعود في مكتب جديد باللي على كل حال المكتب القديم فيه واحدين قاعد اللي استقال واللي ما يختير يرجع واللي ما يختير وللمازال متفق منه في واحدين يقولوا عنهم يختاروا عدو خلفيه للمجلس التنفيذي في المستقبل، وفهم الشباب يتطلع على انه يقبل مناصب قياديه في الرابطه. يقال بعد ذا كامل قدامه فعلا الشفافيه والوضوح، واي رقاشي قد يترشح واي رقاشي وفاتحين التسجيل المنتسبين الجدد، وحد يختار يترشح وعنده لائحه يختار يترشح بها مسموح له بها، واللجنه اللي تشرف هاي لجنه الاشراف دارك ما هي اللي تشرف على سير المؤتمر باللي تعود في لجنه محايده، هي اللي تشرف على الملفات والانتخاب. طيب هذا المؤتمر اللي تشرفوا عليه يوم 14 كي قلت، ما هو ايضا الملامح العامه اللي هم يرسمها للصحافه خلال العام الحالي والاعوام القادمه؟ اولا الشعار الكبير، احنا الان فاتحين تحت شعار الحريه لاسحاق، هذا هو شعارنا. يعني الزميل اسحاق والمختار المعتقل او المختطف في سوريا، هذا هو الشعار اللي مفتوح تحت المؤتمر الثاني المره. يا غير الافاق المستقبليه لتطوير الصحافه واللي قلت لكم انها هيكله جديده اللي تناقش بنصوصها، تناقش داخل المؤتمر، حاضرين المؤتمرين كاملين ويناقشوها، يحاولوا كانهم يخرج احنا نعطوهم مسوده هيكله واللي تناقش ويطرحوا تصوراتهم كاملين، لياك ناخذ بنصوص جديده هيكل الرابطه، لياك تعود قادره بعلنها ان كل مثلا كل امين تنفيذي يقدر يعود ماسك ملف واضح له، وهو اللي عدل دراسته، وهو اللي قدم تقاريره، وهو اللي يعطي المقترحات فيه، ومسؤول عن تطوير كيف مثلا المسؤول عن التكوين اللي هي طرح تصور عن التكوين في اي مجال يالته يكون، الرئاسه والامانه العامه عليهم لا يلودوا ذا اللي تصورات اللي قال هو يلودوا لها الى عاد في داخل موريتاني يخرجوا لها عاد خارج موريتاني يلودوا الجهات اللي قدرت تكون. طيب انت تحدثت قبل قليل عن علاقات تمتد الى المجال العربي والمجال الافريقي وكذلك حضور على المستوى الدولي، ما هي الحصيله اللي تقدر تقدم الان للمشاهد الكريم للاعلامي حول علاقاتكم بالاتحاد الصحفي العرب
وغيره من الهيكل الدولي. اتحاد الصحفيين العرب احنا لحقنا يامس امين عام مساعد فيه. وعندنا رئاسه لجنه. وعندنا عضو في لجنه حقوق لجنه الحريات. اللي تتالف من سته من 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 المجموعه العربيه كامله سته افراد احنا عضو فيه. يمشي واحد من يمثلها رياض ويعمل هذا. والاتحاد الدولي احنا عضو في لجنه الانتخابات. تمثلنا في سلوى. سلوى شريف. سلوى شريف. وعضو كامل العضويه في الاتحاد الدولي. اتحاد الصحفيين الافريقيين علاقاتنا به وطيده وشريك. وشريك. شريك. طيب. شريك معتبر دوراته كامله. هل نتوقع حضور هذه الهيئات الدوليه لمؤتمركم؟ عامل الوقت عامل الوقت عدلنا رسائل وعامل الوقت كان حاسم في القضيه ما اسمح بانها يا غير اخذوا علما بالتطورات الحاصله وبالمؤتمر اللي يعدل في اجل. طيب اذا كانت عندك كلمه اخيره في هذا الشان نرحب بها. نختار 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 في الحقيقه على ان الصحافه تفهم على ان الحق اللي قاله الصحافه على انه يعاني من ياسر من الامراض وعلى ان لين ما تحاول الصحافه من نفوسها على انها تعود هي القيم على الحقل وتعود تحاول كانها تقلع منه العلائق والادران اللي واحده فيه وتحاول الناس اللي ما فيه تعزلها بطريقه قانونيه وبطريقه واضحه ويعود لاراده حاصله يعني الدوله وحدها ما تقدر تعدل شيء. لا قامت قاعد الدوله قبل الدبوس وقالت لي تصلح الصحافه، الصحافه ما تصلح. واعلن ان الخطر الحقيقي اللي تواجه الصحافه اليوم اعلن هم جيوش من 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 الناس اللي ما عندها اي علاقه بالحقل وعادت متبنيته وعادت كل من يكتب على تسترزق او يكتب عليه تسترزق منه لا تاتي ترخيه بطريقه عاديه لا ترخيها لا بالمعياريه وبالقوانين. واضح. الين ما يحاولوا كانهم يتوافقوا وراجي راجي من هذا المنبر لعلن يتواصلوا اخواننا في نقابه الصحفيين الموريتانيين للحلول تخرجهم من من من, من على كل حال يتجاوزوا الحمد لله الخطر يعني حلول توافقيه لياك يوصلوا لياك احنا وهم قد يدا بيد يعني نتعاون على هذا المجال توصلوا في نهايه المطاف لآلية لتوحيد الجسم الصحفي 2017 تعود أتمنى لكم وعاما ميسرا وأن يمكنكم أيضا هذا العام من اختيار الجانب التوحيد الجسم الصحفي والدفاع عن الصحافة وعن همومها وقضاياها. وأتمنى لكم أيضا مؤتمرا موفقا. مشاهدي الكرام،